ماذا حدث بعد كل هذه التطورات؟ المعتصمون جددوا اعتصامهم أمام وزارة التعليم بعد الحادثة في تحدي واضح منهم لمن حاول إنهاء اعتصامهم بهذه الممارسات. جانب من استمرار الاعتصام بالقرب من وزارة التعليم نشاهده في اللقطات الآتية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدماء التي سالت يوم أمس دماء طاهرة وهي في عيوننا. ولن نقبل بهذا الإجرام الإرهاب الحكومي الذي تمارسه السلطة. اليوم أعلن حملة شهادات العليا أنهم جزء من مشروع بناء وإصلاح الدولة. لحد الموت تجي القضية.